اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، فراخ مشويه. فراخ مشويه كل ست بيت، كل ام عظيمه، كل مبتدئه في المطبخ بتحب تجرب وتخش تقول انا عامله فراخ مشويه النهارده محدش عملها زيي. فتعالوا نعمل انا كمان فراخ مشويه النهارده محدش عملها زيي. هنعملها ازاي مع بعض؟ بتركايه كده اخليكي تطمئني ان الفراخ استوت وما فيهاش زفاره. معانا عدلها شويه رز بالزعفران مع الجزر، الرز ابن عم البرياني، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والزعفران دايما له تركايه في الرز البسماتي بالذات وفي علاقه قرب بينهم. ولكن المفاجاه النهارده بمناسبه المدارس ودخول المدارس واستقبالنا للمدارس واولادنا واوميجا 3 والزهايمر، ونعلي التركيز عندهم ونركز على الشوكولاته عشان يبقى مزاجهم حلو، واللوز يا مزاجه اللوز عشان اللوز من المكسرات اللي بتعلي اوميجا 3. فتعالوا نعمل كيكه النهارده بسيطه سهله بتركايه سهله، كيكه اللوز بالشوكولاته. بهديها لكل اولادنا اللي داخلين المدارس ونتمنى لهم عام تفوق ونجاح ان شاء الله. تعالوا ما نطولش في الكلام علشان الحلقة فيها شغل كتير، كيكة وفيها غلبة وفراخ مشوية، محتاجين نعمل تركية حلوة. هنطلع فاصل صغير، بعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. أولادنا والمدارس، دوري ان انا اساعد كل ام عظيمه عندها اولادها في المدرسه، خاله، عمه، بالتاكيد في مساعدات من القرايب، وطبعا ننصحهم ازاي يعملوا الاكلات اللي فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، وفي نفس الوقت كمان تساعد على التركيز عشان اولادنا ما ينسوش الدروس بتاعتهم. معانا مقادير كيكه بالشوكولاته واللوز، اللوز معانا مطحون مكسر كده خشن عامل زي السمسم، ومعانا كاكاو نوعيه ممتازه، فانيليا، بيكنج باودر، بيض بلدي 4 بيضات، والبلدي يوكل معانا من الدقيق كوبين او اكثر، هناخد الكميه اللي احنا عايزينها. المقادير على الشاشه باضافه طبعا 1 كوب من السكر وربع كوب من الزيت. المقادير على الشاشه بسيطه سهله، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، وفي نفس الوقت كمان اساعدك على انك تعملي كيكه فيها محتوى غذائي لطيف وجميل. هناخد أول حاجة البيض، يطلع من التلاجة قبل الاستخدام ب15 دقيقة أو 10 دقايق حسب درجة حرارة الجو. حلو الكلام؟ على فكرة لما تعملي كيكة بالبيض البلدي تبقى حلوة. هنحط على البيض ده سكر تقريبا نقول 1 كوب، ولادنا يحب السكريات، ونحط الفانيليا ونخفق المقدارين دول مع بعض بسرعة خفقان البيض إضافة السكر سريعا. طعم الفانيليا مع البيض والسكر بالشكل ده كده. لكل المبتدئين في المطبخ، أنا عارف كل أم ممكن تعمل الكيكة دي أحسن مني وهي اشطر مني في عمايلها، وانت اللي علمتيني يا امي. شوف البيض وخفقانه هو ده. الله، اول حاجه انك تخفقي البيض مع السكر بتضمني سلامه البيض وتتاكدي، ويديكي علامات ان البيض كويس. لو البيض مش كويس مش هيديك القوام ده. شايف القوام ده؟ اطلع عند الكرين فوق. حلو الكلام. طيب ايه اللي بعد كده يا عم الشيف؟ الزيت. قد ايه زيت يا عم الشيف؟ تقريبا 1/4 كوب، 2 معلقة. ممكن تستبدلي الزيت بزبده زي ما انت عايزه، ممكن تحطي سمنه زي ما انت عايزه. وانا مش هكتر زيت كتير بس. حلو الكلام؟ تمام. طب ايه فايده الزيت في الكيكه؟ حد سالني السؤال ده قبل كده. بيخلي الكيكه طريه وملمسها طري، والزبده نفس الطريقه. شوف القوام. بدأ يشد معانا اهو بإضافة الزيت. حلو الكلام؟ زي الفل يا عم الشيف. هنبدأ نضيف الحليب، 1 كوب تقريبا. بس خلاص. ونقلبهم مع بعض.
تسلم ايدك يا عم الشيف. هنعمل ايه بقى؟ هناخد شويه من المقدار ده كده، المكون اللطيف ده كده، بعد ما نقلبه شويه تقريبا دول. حلوه. وناخد الدقيق بتاعنا بعد ما نحط عليه البيكنج باودر، نقلبه ونسقطه كده سريعا. وهنا مش هنقلب بالمضرب، هنقلب بالاسباتيولا. كده اهو. حلو. معايا لوز، باخد نص الكمية والنص التاني هنشوف هنستخدمه ازاي. حلو اوي. لغاية كده فلة جواها لوز، جواها لوز، جواها بروتين، جواها بروتين، جواها شقاوة، جواها شقاوة. اهو. حلو اوي. هناخد المقدار ده كده زي ما هو، مش هنعمل حاجة غير نجيب القالب من الفرن، والقالب غالب. ايه حكاية القالب من الفرن دي يا شيف؟ اللي انا عايز اعمله على شكل قلب، والقلب ده بهديه لكل ولادنا وامهاتنا الطيبين الحلوين اللي بيستعدوا علشان دخول المدارس. القلب ده من الفخار، شكل قلب اهو. بس طبعا انا بسخنه كده عشان الكيكة تطلع معايا بسرعة. بتينه زيت. الله، شفت الشقاوة بقى؟ زيت كده في الأطراف. حلو. لغاية كده زي الفل يا عم الشيف. ايه الإضافات بتاعتك؟ تصلي على الحبيب بس. شوية سكر، فرضية القالب ده كده، وشوية لوز، فرضية القالب ده كده، كده احنا تمام. عينيا نشيله من هنا خالص، ونشيل السكر من هنا خالص. لغاية دلوقتي يا عم الشيف احنا فاهمين انت بتعمل ايه. هناخد المقدار اللي معانا ده كده، نسقطه هنا كده بالراحة. تسلم ايدك يا عم الشيف. زي ما انا شغال كده. فين الشوكولاه؟ لك حق تسأل والله. ونسويه بالراحة كده، نهندس يعني. هندس يا مهندس. هل لسه ما خلصتش معانا المقدار؟ فين اللي معانا هنا اهو، بنحطه هنا. فاكرينه ده ولا نسيناه؟ بيض، فانيليا، زيت، حليب، نحط عليه كاكاو. ونحط عليه شوية دقيق وليكن دول، ونقلبهم بالمضرب. كاكاو خدنا مقدار تقريبا 1 كوب. شايفين الجو ده كده؟ تحتاج مني شوية حليب، بنحط عليها شوية حليب ونقلبها كمان شوية، ونقلب كده لغاية لما تديني قوام زي قوام الكيكة بالظبط تقريبا. هناخد المقدار ده يا عم الشيف، نسقطه ونوزعه على الكيكه اللي هي شكل القلب دي. الله. على فين يا عم الشيف؟ مع بعض. واحده واحده. بقى قوام بالشكل ده كده. حلوه. نقسم القلب نصين،
تيجي نقسم القمر، انا نص وانت نص، وهنحطها في الفرن في درجة حرارة 180. الله، حلو قوي. ايه الشقاوة دي؟ كيكة ما خدتش منك وقت، بسيطة سهلة لكل أم بتتابعنا دلوقتي، تقدر تخش المطبخ وتقول للأولاد بمناسبة المدارس أنا عملت لكم كيكة حلوة. درجة حرارة الفرن عندي 180، مكانها فين دي يا عم الشيف؟ دايما بقول مكان الكيكة لما نيجي نعملها على ارتفاع 5 سنتي من أرضية الفرن. الموضوع النهاردة يختلف، الكيكة أنا حاططها في فخارة، والفخارة دي بتحمي الكيكة وبتحتاج لمجهود من النار شوية، فيفضل تتحط فين يا عم الشيف؟ يلا، فين؟ في أرضية الفرن سخنة، خلي بالك. أهو أنا خدت زي ما هي كده، الله، ونحطها في أرضية الفرن، القلب في الفرن. بص لي عليها بصة كده، إيه ده؟ والصورة في الفرن تسبق الحديث. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لفرخة سمينة وزنها فوق 1.5 كيلو، هنعملها مشوية النهاردة على طريقة المغازي، وكمان انت بتعملي فراخ مشوية على طريقتك، تعالوا نقارن بين الاتنين، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تدفع كام وتشوف الكيك؟ ولا تشوف الفراخ؟ ولا تشوف دلع الشيف؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه المزيكا دي؟ هو ده فراخ مشوية وحصري على شاشة القناة الأولى. الطريقة الفراخ اهي، قصدي الكيكة اهي. بص بالله عليك، الشوكولاتة فين؟ والكيكة فين؟ والقلب فين؟ والقلب يعشق كل جميل. الله،